إذا كانت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم قد تنوعت عدداً ومنزلةً وعلو درجة وكمال شأن حتى أوصف بالإنسان الكامل، فإن صفة من صفاته هذه قد انفردت بالذكر في القرآن الكريم، وهي صفة الرحمة التي وصف بها صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في أواخر سورة التوبة في معرض الامتنان الإلهي على المؤمنين، حيث بعث فيهم رسولاً منهم وصفه بأنه حريص على هدايتهم وأنه رؤوف رحيم بهم. ثم ذكرت صفة الرحمة مرة ثانية في قوله تعالى في أواخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجاءت بأسلوب القصر الذي يدل على أن هذا الرسول اتحد ذاتا وأفعالا بصفة الرحمة حتى صارت سجية راسخة متمكنة في مشاعره ومتغلغلة في أطوائه ومسيطرة على تصرفاته. وقد أكد صلوات الله وسلامه عليه هذا الوصف بقوله في سنته الشريفة إنما أنا رحمة مهداة، وطبقه في كل تصرفاته مع البشر ومع جميع الكائنات والمخلوقات، وكان ينزع في كل تصرف من تصرفاته من معين هذه الرحمة التي فطره الله عليها وألان بها قلبه، وكان ذلك من أقوى أسباب دخول المشركين في الإسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بل إنه كان رحمة للناس حتى في المواطن التي تكون فيها الرحمة أقرب إلى رذيلة الخوف والجبن منها إلى فضيلة الشجاعة والإقدام. وأعني بهذه المواطن مواطن الحروب والاقتتال والصراعات المسلحة بين الأمم والشعوب. وأول ما يطالعنا من تجليات الرحمة النبوية في هذه المواطن هو أن القتال في شريعة الإسلام لا يباح للمسلمين إلا إذا كان لرد عدوان على حياتهم أو دينهم أو أرضهم أو عرضهم أو مالهم أو غير ذلك مما يدخل تحت معنى العدوان بمفهومه الواسع. أما القتال نفسه أو حرب العدو أو الصراع المسلح فله في شريعة الإسلام خطر وأي خطر، وله قواعد وضوابط وتشريعات شرعها الله تعالى وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم تطبيقاً عملياً، وهو يقود بنفسه جيوش المسلمين في معاركهم مع أعدائهم، وأمر أمته بالتقيد بها كلما اضطرتها ظروفها وألجأتها إلى مواجهة عدوها. ومن أول ما يلفت النظر من هذه القواعد قاعدة العدل، وهي قاعدة كلية بعيدة الغور في شريعة الإسلام، أمر الله بالالتزام بها في معاملة الصديق والعدو على السواء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن قاعدة العدل هذه تستدعي قاعدة ثانية تلازمها ولا تفارقها في أي تطبيق، وهي قاعدة المعاملة بالمثل، والتي تعني أول ما تعني حرمة تجاوز حدود العدل إلى حدود الظلم والعدوان على الغير. يتبين ذلك من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقوله أيضا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وسبب نزول هذه الآية فيما يقول المفسرون ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم نظر يوم أحد إلى عمه حمزة بن عبد المطلب فرآه مقتولا ممثلا بجثته وأعضائه، ولما لم تطق بشريته صلى الله عليه وسلم تحمل ما نزل بعمه قال وهو محزون أشد الحزن: والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزلت الآية وهو واقف في مكانه ولم يبرح، فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن كفر عن يمينه وأمسك عما أراد.